نبدأ بأول نوع من السيل ديفيجنز وهو الميوتيك الميوتاتيك سيل ديفيجن أو بيتقال عليه ميوتسز. النوع ده من الديفيجن الديفينيشن بتاعه طويل شوية بس إن شاء الله يبقى بس مجرد معرفة. هو خلاص، بيحصل هو ده بيجي في وبيحصل الامتحان ولا إزاي؟ إيه؟ بس هو ده هيجي في الامتحان؟ مثلا يقول لنا لا علي صوتك، ديفاين، علي صوتك. بقول بس هيجي ده في الامتحان يقول لنا ديفاين ميثوديك سيل ديفيجن. ممكن عادي كده يعني، بس المشكلة ان هو طويل يا بس او يعني scientific term يعني انت وحظك. لو هنتكلم على الحظ يا بس، فانا يعني مفيش حظ، حظ زيرو. لا لا ما تقولش كده يا سين، كل حاجة بالمذاكرة وتأكدوا ان بالتكرار كل حاجة بتتحل يعني. طيب نبدأ بقى مش هي ملهاش ملخص ملخص. يعني، لا احنا لسه بنشرح لأول مرة. قصدي يعني الديفيشن عشان طويل فملوش ملخص. لا يلا، فهنا بيقول لك على الميتاتيك سيل ديفيجن ان هو it is a kind of cell division، ده نوع من الانقسامات اللي بتحصل للسيل ذات اوكير ان ذا سوماتيك سيلز، هتحصل في السوماتيك سيلز اللي هي الخلية الجسدية. At which is a cell divided، يعني الخلية فيها تنقسم into two new cells. طبعا أي خلية بنقول هيحصل لها division، يعني لو هي موجودة واحدة بتبقى اتنين بعد الانقسام، يعني بعد ما يحصل الديفيجن بتاعك هتبقى two new cells، وبرضه بتبقى من نفس النوع اللي هو سوماتيك سيلز. يعني انت عندك الخلية الواحدة اللي هي السوماتيك سيل، لما تخش في الديفيجن اللي هو من النوع الميوتاتيك سيل ديفيجن هتبقى معاك تو نيو سيلز برضه من نوع السوماتيك. Each of them contains the same number اللي هو dipolar number of chromosomes. بمعنى انت عرفت طبعا الكروموسومز والتفاصيل بتاعتها، وعرفت ان اي سوماتيك سيل بيبقى فيها اللي هو الكومبليت نمبر من الجيناتيك ماتيريال يعني اللي هي الكروموسومز. فهنا طبعا انت عارف ان السوماتيك سيل بيبقى فيها اللي هو الدايبوليد نمبر اللي هو العدد الثنائي من الكروموسومز اللي هي يعني بيبقى 2n. خدتوا التفاصيل دي يا شباب صح كده؟ خدتوا الكلام ده ولا لا؟ خدتوه؟ تمام. فبما انه بيتكلم على ان هي هتحصل السوماتيك سيلز، فبيقول لك طبعا ان انت هيبقى السوماتيك سيلز دي فيها الدايبوليد نمبر اللي هو 2n. بعد ما تمر بمرحله الا الميتوتيك ديفيجن هيبقى معاك 2 سوماتيك سيلز وبرضه فيها 2n زي البيرنت سيل بالظبط، زي الخليه الاصليه او الخليه الام بنقولها كده بيرنت سيل. بعد نعم. كده بيقول لك السايت اوف اوكيرنس، تعالوا نشوف بيحصل فين. بيقول لك it occurs in somatic cells only، بيحصل بس في السوماتيك سيلز بس. زي مين؟ زي مثلا السيلز اوف بنكرياس، سكن، ليفر، كيدني اللي هو الخلايا بتاعت البنكرياس والجلد، الكبد، الكليه، الكيدني، ده في الهيومنز والانيمالز. وفي البلانتس اي حاجه برضو تكون سوماتيك، اي حاجه جسديه في الجسد في الجسم زي ليفز الروتس وروتس. ليفز سيدز، دي كلها بتحصل. بس هنا بيقول لك الاول نوت بيقول لك ايه بقى، some cells in the human body are not divided at all، يعني في شويه كده من الخلايا اللي موجوده في جسم الانسان not divided يعني ما بتنقسمش. زي مين بقى؟ زي النيورال سيلز. النيورال سيلز، النيورال سيلز اللي هو مقصود بيها الخلايا العصبية، النيورال سيلز اللي هي الخلايا العصبية. النيورال سيلز دي بيقول لك ان هي زي don't contain سنتروسوم، فيها حاجة اسمها السنتروسوم. السنتروسوم ده هقول لك بعدين هي بيعمل ايه بالظبط.
يعني هرجع للجزء ده افهمه لك بس لما نمشي شويه كده في الشرح بتاعه. بيقول لك ان النيورال سيلز دي ما فيهاش سنتروسوم، عشان كده ما بتدخلش في السيل ديفيجن. السنتروسوم ده حاجة كده ليها important role في السيل ديفيجن، فبما انه هو ليه اهمية في السيل ديفيجن وهي مش عندها، فبالتالي هي مش هتدخل الديفيجن اصلا، ما بتنقسمش اساسا. وفي كمان غير النيورال سيلز، في عندك الادلت ريد بلاد سيلز. الريد بلاد سيلز طبعا دي من مكونات البلاد، عارفها من وانت صغير. الادلت ريد بلاد سيلز اللي هي الخلايا الدم الحمراء الكبيره دي برضو ما بتدخلش السيل ديفيجنز. ليه؟ لان هي doesn't contain nucleus، هي ما عندهاش نيوكليوس اصلا. وانت الديفيجن ده اساسا هيحصل من بيحصل في النيوكليوس، لان النيوكليوس هي اللي بيكون فيها الكروموسومز. تمام. بس بالنسبة مثلا لو مثلا البيبيز أو الأطفال، يعني مس بيحصل لهم مس ديفيجن في الريد بلاد سيلز؟ لا هي ملهاش علاقة بأدلت، يعني شخص كبير. لا الريد بلاد سيلز دي بيتم إنتاجها تمام من أماكن معينة كده موجودة في جسم، في الجسم. الريد بلاد سيلز الأدلت بمعنى إن هي الخلية نفسها عمرها كبر شوية، مش لسه تم إنشائها قريب، فاهم قصدي؟ ايوه بتكلم على عمر الخلية مش عمر الشخص نفسه. لا خالص ملهاش علاقة بكده. إنما الريد بلاد سيلز اللي لسه تم إنشائها يعني عمرها لسه قليل، لا بتعمل ديفيجن عادي. أنا بتكلم بس على الأدلت ريد بلاد سيلز. تمام. المهم خليك عارف إن النيورال سيلز والأدلت ريد بلاد سيلز ما بيحصل لهمش ديفيجن، مع إنهم هم سوماتيك سيل عادي. بعد كده هنا بيقول لك الـ importance of mitosis اللي هو الديفيجن اللي احنا ماشيين فيه. بيقول لك ايه الأهمية بتاعته. طب أنا لسه كنت عمالة أقول إن هو أنت داخل بسيل واحدة هتخرج منها بكام سيل؟ التو باثنين. سيلز. فأنت تخيل بقى كل واحدة تديك اتنين، يبقى هو بالبلدي كده بيعمل ايه؟ عارف اللي هو لما بتقول كده، تعال نشوف هنقولها ازاي. نمبر 1 بيقول لك ان هو بيعمل compensation of damaged cell، بمعنى تعويض compensation بمعنى ان هو بيعمل تعويض الخلايا المتضررة. للخلايا اللي تم تدميرها او الخلايا التالفه. بمعنى ايه؟ لو انا مثلا جيت دلوقتي حصل عندي wounded كده، حصل لي جرح او قطع مثلا في الجلد، اتعورت تعويره في ايدي تمام؟ ما هو انا لما بيحصل قطع كده كاتنج او جرح، ما هو دلوقتي في خلايا اتدمرت صح؟ اللي هي في مكان صح. الجرح. بعد كده ما هو الخلايا دي مين اللي بيرجع؟ طبعا لما انت بتخف بترجع تتجدد الخلايا مرة تانية والسكن بتاعك بيقفل. ايوه الخلايا الجديدة دي جت ازاي؟ يعني جت منين؟ جت عن تقسمت طريق الخلايا برضه. الميتوسيس الديفيجن. نوع الانقسام ده، هو اللي عوض لك الخلايا بان كل خلية في مكان الجرح ادتك اتنين، فبالتالي قعدوا بقى كل واحدة تدي التانية لحد ما تم تعويض الخلايا اللي حصل لها تلف. بس عن شايف. ألو. ايوه بقولك اسأل. تمام. طب بس لو واحد مثلا رجليه مقطوعة، بس دي طيب رجليه ما بتتجددش يعني، أو ترجع زي ما كانت يعني، ولا يعني اللي في ثانية مثلا الديفيجن ده ليه حدود معينة بس؟ انا فاهماك. لا هو اكيد ليه حدود معينه. وبعدين انت لسه بتقول هو الاورجان نفسه مش موجود عشان يبقى فيه سيل يحصل لها ديفيجن، فاهم؟ لا مثلا لو اتقطعت نص الرجل، نص الرجل يعني. لا ما هو مش لدرجه ان هي تكونه مره تانية. هي السيل نفسها ممكن تديك سيل تانية، انما مش انها تكون لك اورجان. ما هو الاورجان ده مش عباره عن سيلز بس، وفي سيلز من انواع مختلفه. يعني انت رجلك دي نفسها فيها بالعربي كده فيها أربطة وأوتار وعضلات وجلد ودم وعظام، كل ده هيتم إنتاجه إزاي؟
مش بمجرد الديفيجن، فاهم قصدي؟ لازم يكون في حاجات تانية. فنمبر معززات 1 يعني، ايه؟ معززات يا مس، لا علي صوتك معلش. بقول معززات يا مس. اه يعني فهنا في نمبر 1 قلنا خلاص ان الفانكشن بتاعته ان هو بيعمل compensation of damage itself. نمبر 2 ان هو بيعمل completing the asexual reproduction process، ان هو والكلام ده هتفهمه اكتر حتى هو قايل لك في السكند ليسون، في الدرس التاني ان شاء الله اللي هو اخر درس في المنهج هتفهم يعني ايه الكلام ده. ان انت بيقول لك الكومبليتنج اسيكشوال ريبرودكشن، بما انك طبعا خدته السنه اللي فاتت فهمت ان هو نوع من التكاثر بس لا جنسي، بيحصل عن طريق حاجه في الجسم مش عن طريق الريبرودكتيف اورجنز. فاكرين انا بتكلم في ايه؟ فبما ان ده يعني حاجه هتحصل في الجسم او اللي هو الاسيكشوال ريبرودكشن، فاللي هيكون مسؤول عنه هو الميتوسيس ديفيجن برضه. نمبر 3 growth of living organism، هيبقى مسؤول عن نمو الكائنات الحية. لأن طبعا تعالى تخيل كده، أنت لسه بتقول إن وأنت بيبي حجمك بيبقى قد إيه، وتعالى قارن بحجم جسمك دلوقتي، إيه جسمك كبر إزاي؟ ما هو برضو عن طريق السيل ديفيجن، إن السيلز بتقعد تحصل لها ديفيجن، فكل سيل تديك اتنين، كل سيل تديك اتنين، فطبعا مع الوقت بيحصل ان انت يحصل لك جروث، يعني يحصل لك نمو. يبقى دلوقتي الرول بتاعت الميتوسيس ديفيجن اللي هو بيعمل كومبنسيشن في الدامج سيل، كومبليتنج اسكشوال ريبرودكشن، جروث اوف ليفنج اورجانيزم. حاجه مش واضحه فيهم كده؟ لا مش شكلها حضرتك. اوكي نبدا بقى. بعد كده بيقول لك الفيسز اوف ميتوسيس، يعني المراحل بتاعته. تعال نشوف المراحل وايه اللي بيحصل فيها بالظبط. بس بيقول لك في البداية ان before starting mitosis، قبل ما يبدأ الميتوسيس ديفيجن، قبل ما يبدأ السيل passes through a phase called interphase، يعني قبل ما السيل بتاعتك تبدأ أساسا في الديفيجن بتاعك هتمر بمرحلة كده اسمها interphase. ايه بقى موضوع الانترفيز ده؟ الانترفيس ده عبارة عن بيقول لك ان هو really important role before starting mitosis. طب خليك عارف ان هو بيحصل امتى الانترفيس، عشان بيسألك بيحصل امتى، ده before starting mitosis اصلا، يعني قبل الانقسام من الاصل الخلية بتدخل في مرحلة الانترفيس دي. طب الانترفيس دي عبارة عن ايه؟ تعالى كده نشوف الديفينيشن والامبورتنت بتاعته. بيقول لك ان مرحله الانترفيس دي بيقول لك it prepares the cell for division، يعني في مرحله الانترفيس دي زي ما بتقول كده بيجهز الخليه او بيهيئ الخليه لان هي داخله الديفيجن، عشان كده بيحصل كده في البدايه. يعني مرحله الانترفيس دي اللي بتحصل قبل الميتوزيس اصلا او قبل اي ديفيجن على فكره، هو عباره عن ان هو كده بيجيب الخليه يقول لها تعالي يا حبيبتي لما نستعد كده ونظبط شوية حاجات فينا عشان نقدر ندخل الديفيجن واقدر انقسم لاتنين. فهنا بيقول لك ان هنا هيحصل ايه بقى في مرحلة الانترفيس دي. بيقول لك نمبر 1 occurrence of some important biological processes، يعني هو هيهيئ الخلية او هيجهزها ان هي داخلة في الديفيجن عن طريق انه بيعمل بعض العمليات البيولوجيكال كده، ما علينا هي مين، هو بس بيقول لك ان هو بيعمل بعض العمليات الحيويه فيها المهمه لمراحل الانقسام اللي هتدخلها بعد كده. نمبر 2 بيقول لك ان هي هتعمل فيها ايه؟ دوبليكيتنج ذا اماونت اوف جيناتيك ماتيريال. بمعنى دوبليكيتنج معناه ان هو هيعمل تضاعف، هيضاعف كميه الجيناتيك ماتيريال اللي هو بيضاعف الدي ان ايه. يبقى دلوقتي هيضاعف الدي ان ايه. طب ليه بيضاعف الدي ان ايه؟ ما هو ركز كده، انا عماله اقول ايه، انا عماله اقول انا داخله بسيل واحده وهخرج بتو سيلز، وكل سيل منهم شبه اللي انا داخله بيها، شبه البيرنت سيل بالظبط. فطالما انا عايزه اجيب اتنين بالظبط شبه دي، يعني هعملها ازاي؟ الفكره ان السيل بتاعتك بتخش في مرحله الانترفيز، فاوريدي الحاجه اللي موجوده هنا بيحصل لها دوبليكيتنج، يعني بتتضاعف،
فلما تحصل انقسام هي تضاعفت، فبقت عندك 2n و2n، جمعت كده مبدئيا كده ايه اللي هيحصل؟ فدي كانت الامبورتنت رول اللي بتاعت الانترفيس. فعشان كده بيقول لك الديفينيشن بتاع الانترفيس: it is the phase which is occurred before starting the cell division process. يعني ده المرحلة اللي هيحصل قبل الديفيجن، اديني بأكد على كلمة قبل دي، at which cell prepares for division. يعني في الخلية بتتجهز للانقسام by the occurrence of some important biological processes، عن طريق في حدوث لبعض العمليات الحيوية، وكمان بيحصل duplicating للamount of genetic material. يعني الديفينيشن مجرد بس بيتكلم كده على الانترفيس، بيقول لك ان ده هيحصل امتى وبتحصل فيه ايه. الديفينيشن صعب ولا لملك بس اللي فوق؟ يلا يا عاد سنتين سؤال يسأل طيب، ولا فاهمين بنسبة 100%؟ مش ثانية واحدة، هي رقم اتنين بس، اللي هي depreciating the amount of genetic materials، هي دي يعني ايه قصده بالدي ان ايه اللي جنبيها دي؟ الايه؟ انت مقصود بنمبر 2؟ ايوه يا مس. طيب انت السيل بيكون فيها عدد معين من الجيناتيك ماتيريال، صح كده؟ ايوه يا مس. طيب هو بقى بيجي يعمل لها ان هو يعمل لها دبليكيتنج، بمعنى يضعفها. بس هنا بيقول لك ان يضعفها هنا مش مقصود بيه ان increasing في النمبر، امال معناه ايه؟ تعالى بقى نشوف الالستريشن ده. بيقول لك ان ده معناه ان بيحصل copying its several copies before the cell division، بمعنى هو بمعنى السيل ديفيجن مش ان هو اللي سوري قصدي بالتابليكيتنج للاماونت الجيناتيك ماتيريال، مش مقصود بيه بس فكره العدد، لا ده مقصود بيه ان انا زي ما باخد كوبي من الجيناتيك ماتيريال اللي موجوده عندك اصلا، باخدها كوبي، يعني هي بس بعملها تضاعف، بمعنى باخدها كوبي، مش مجرد اني بزود من الجيناتيك ماتيريال، لا مش فكره عدد، هو فكرة إن أنا باخد كوبي من الحاجة اللي معاك أصلا. عشان كده بيكمل يقول لك so each new resulted cell obtain its completely copy of genetic material of parent cell. عشان كده كل سيل بتبقى بيحصل لها production بتبقى في شبه بالظبط اللي موجودة في البيرنت سيل. بمعنى إيه؟ تخيل البيرنت سيل دي دلوقتي عبارة عن ورقة يا ياسين، تمام؟ هتاخد نعم الورقة دي وتروح عاملها كوبي كده على في آلة التصوير أو البرينتر، يعني هل في فرق بين الاتنين؟ لا مفيش أي فرق. فبالتالي هو ده اللي بيحصل، إن هو بيروح واخد الجيناتيك ماتيريال اللي هنا عامل لها كوبي، عشان لما بعد كده تخش في الديفيجن يبقى تقدر تحتفظ بكل نسخة وتبقى كل واحدة اتنين. تخيل كده لو أنا ما عملتش الكوبي ده يا ياسين، فالتو ان لما السيل تيجي كده تحصل لها ديفيجن، المفروض بقى كل واحده تبقى ان ودي ان، مش كل واحده تو ان، صح؟ ايوه طب هو انا في فرق بين كل، انت قلت بنحصل من البدايه نوع الديفيجن ده في السوماتيك سيل، يعني في خلايا الجسديه، هو جسمك في حته خليه مثلا اللي عند وشك غير الخليه اللي موجوده في ايدك؟ لا، فانا مش هينفع يبقى عندي خلايا من النوع ال 2N وخلايا تانية من النوع ال N، خلايا جسمي كلها زي بعض. فعشان كده حتة الدبليكيتنج اللي هو بيعمل كوبينج ده هو اللي بتوفر لك ان السيلز بتاعة الجسم كلها تبقى زي بعض. فهمت كده؟ هتجمع اكتر ايوه لما نبدأ ندخل في الفيزز بتاعة الميتوسيس. هنا بس في نوت مهمة جدا جدا بيسأل فيها، النوت دي عبارة عن ايه؟ بيقول لك ان الكروموسومز which consists of two chromatids، عرفت طبعا ان كل كروموسوم بيتكون من كام كروماتيدز؟ بيتكون من، طب حد فاكر بيتجمع في بوينت اسمها ايه؟ كان بوت اسمها نفس لا علي صوتك، الفيديو علي صوتك. سنترومين، كروماتير، لا سنترومين ايوه سنترومير. فهنا بالظبط عشان نتكب يقول لك ان الكروموسوم، انت طبعا اخدت شكله بالطريقه دي ان هو عباره عن تو من الكروماتيدز وفي النص كده في سنترومير.
طيب هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك الكروموسوم which consist of two chromatids don't appear before cell division، بمعنى ان قبل ما السيل تدخل في مرحلة الديفيجن هي بتبقى only one chromatid. تاني، قبل الديفيجن السيل بتبقى عبارة عن كام كروماتيد؟ هي only one chromatid. بتبقى امتى بقى two chromatids كده؟ بيقول لك during prophase. البروفيز ده لسه هناخده، هنتكلم عليه دلوقتي. بيقول لك أثناء مرحلة اسمها البروفيز الكروموسوم appear in the form of two chromatids connecting with the centromere، بيبقوا متجمعين عند السنترومير. يبقى تاني، قبل السيل ديفيجن الكروموسوم بيبقى عبارة عن كام كروماتيد؟ هو 1، والله إنما بعد البروفيز بيكون 2 كروماتيد. نبدأ بقى في مراحل الميتوسيس ديفيجن اللي هي عبارة عن 4 مراحل بالترتيب يا شباب، بالترتيب، مفيش مرحلة فيهم تسبق اللي قبلها. أول مرحلة اسمها بروفيز، بعد كده ميتافيز، أنافيز، تيلوفيز. نبدأ بأول واحد فيهم، ثانية كده نعمل كروسين. نبدأ بأول واحد فيهم. نتكلم لازم تعرف في كل واحد بالظبط بيحصل فيه ايه والرسمة اللي موجودة عليه، لأن الرسومات دي بتبقى عليك مطالب بيها، وتبقى عارف كل واحد بيحصل فيه ايه بالتفاصيل. ايه، نبدأ بأول واحد اللي هو البروفيز. البروفيز بيقول لك in this phase، بيقول لك إن الكروماتين ريتيكلوم كوندنسد، بمعنى ايه؟ هقول لك بمعنى ايه. بص، احنا لسه قايلين ان السيل في البدايه، سوري، ان الكروموسوم في البدايه بيبقى كام كروماتيد؟ 1 1. 1 طب انت تخيل بقى ان انت دلوقتي كل كروموسوم هو فيه كل كروماتيد لوحده، كل كروماتيد لوحده. فاللي بيحصل بعد كده ان تيجي بيحصل كوندنسيشن. معلش ثانية واحدة. تمام تفضل. سوري شباب. بعد كده بيقول لك ان بيحصل كوندنسيشن. كوندنسد دي اللي هي كوندنسس، اللي هي بيحصل تكاثف يعني، او تجمع بمعنى كولكتنج يعني. كروماتين ريسيكلم إيه اللي هو كوندنسد، اللي هو بيعمل الكروماتين ريسيكلم دي، اللي هو بمعنى شبكة من الكروماتيدز، شبكة من الكروماتيدز، اللي هو بيبقى فيه عندك كروماتيدز كتيرة جدا جدا، فباسمها كروماتين ريسيكلم كوندنسد. يعني هيحصل تجمع في حاجة اسمها الشبكة الكروماتينية. ايه الشبكة الكروماتينية دي؟ اللي هي اسمها كروماتين ريسيكلم دي، اللي هي عبارة عن كروماتيدز كتيرة هتبدأ تتجمع على بعضها. ليه؟ لأن أنا خلاص كده بدأت في مراحل الديفيجن، صح؟ صح وطالما أنا كده بدأت في مراحل الديفيجن، هل الكروموسومز بتاعتي هتفضل عبارة عن وان كروماتيد بس؟ لا، أنا محتاجة خلاص تبدأ في الشكل الدبل بتاعها. فبالبلدي إيه اللي بيحصل؟ بيحصل إن كل كروماتيد بيجوا يتجمعوا أو يتكثفوا كده على بعض عشان الكروموسوم تبدأ في شكل ثنائي. عشان كده هرجع للجزء ده. إيه اللي حصل؟ ليه كده؟ ليه يا ابن الناس؟ ليه؟ هو مش جاية، مش راضية تيجي خالص يعني. عشان كده هنا بيقول لك ان ديورينج البروفيز اللي احنا اتكلمنا عليه، اثناء البروفيز نفسه بتبدا تبان الكروموسوم بشكل اللي هو فيه 2 كروماتيد، اللي هو شكل الدبلنج بتاعه العادي ده. طب انا هجيبه ازاي؟ فعايز يقول لك بالبلدي كده هتبدا يحصل كوندنسيشن، هيبدا يحصل تكثف. تكثف بمعنى ايه؟ تجمع. هيحصل كولكتنج كده للكروماتيدز،
عشان تبدأ كل اتنين يكونوا الكروموسوم اللي هو العادي اللي انت عارفه. فهمتوا كده مقصود بيها ايه؟ ايوه فعشان كده هنا بيقول لك الكروماتين ريسيركل كوندنسد then appear in the form of بتبدأ بقى يبان بالشكل long thin and double stirring chromosomes. يعني خلاص بقى بتبدأ تبان الكروموسوم بشكل long وسن والشكل الدبل بتاعه المعروف زي فيجر A اللي هو الشكل الدبلينج. خلاص اهو طالما انا بدأت في البروفيز الكروموسومز هتبان بالشكل الدبل عادي بتاعها. طب بس مش يعني ثاني ستوب، هو ليه نص هناك أزرق وفي اتنين أسود وفي واحدة حمراء؟ لا لا ما فيش فرق، مجرد بس تمييز مش اكتر. اوكي معايا؟ أيوة بس واخد بالي. اوكي. بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ at the end of this phase يعني في نهاية الفيز أو المرحلة دي في حاجات مهمة بقى بيحصل لها مهمة. number one بيقول لك بيحصل لحاجة اسمها nucleuses and nuclear membrane disappear. بمعنى النيوكليوس دي مش مقصود بيها النيوكليوس، انت عارف ان اي سيل في من في الاستراكشر بتاعها نيوكليوس، انما النيوكليولس ده مقصود بيها حاجه كده من الاستراكشر. اي ثينك ان انتوا لما كنتوا في سنه كام؟ في بريب 1، في بريب 1 انتوا ما خدتوش بريب 1 تقريبا، دي كانت سنه الكورونا بالنسبه لكم صح؟ ايوه اه عشان كده في لا حاجه كانت برايمري 6 بس، في 6 مش بريب 1. لا برايمري 6 بعد هي اللي كانت ابحاث ساعتها. اوكي ماشي. فدي حاجة عامة من الاستراكشر بتاعة النيوكليا من بتاعة أي سيل اسمها نيوكليولس، بتبقى موجودة جوه النيوكليس نفسها. فعارف أنت لما بنقولها بالعربي كده يعني تصغير النواة، يعني حاجة صغيرة كده من النواة يعني شبه النواة بس صغننة، ودي بتبقى جوه النيوكليس أصلا. يبقى دي حاجة جوه النيوكليس اسمها نيوكليولس. النيوكليولس دي and nuclear membrane يعني ان النيوكليولس دي اللي هي التصغير بتاع النواة، وكمان النيوكليار ميمبرين اللي هو الغشاء النووي اللي هو الغشاء بتاع النيوكليوس بيحصل لهم disappear بيختفوا. تعالى كده نشوف فين الكلام ده. بص كده بيقول لك اللي حوالين الكروموسومز، طبعا انت عارف ان الكروموسومز بتبقى جوه النيوكليوس صح كده؟ صح طيب دي على بعضها، دي على بعضها اللي هو اللون الاحمر ده، دي النيوكليوس اللي انت عارفه. طب فالنيوكليوس الممبرين او الغشاء بتاعها بيبقى اسمه نيوكليار ميمبرين. النيوكليار ميمبرين ده هيحصل له ديسابير هيختفي. ومين هو معايا؟ نيكلاس ركز كده بقى ونيكوليوس. في النيوكليوس بقى، النيوكليولس اللي هي الصغنونه اللي جوه النيوكليوس نفسها دي، ده ودي هيختفوا. تعالى كده ركز في الرسمه الثانيه، مش هتلاقيهم موجودين، ده مش موجود وكمان الممبرين مش موجود. تمام كده فهمت اللي بيحصل؟ ايوه بس يبقى دلوقتي النيوكليولس والنيوكليير ميمبرين هيختفي. وكمان بيقول لك في نتورك اوف فليجمنتس فايبرز، في عندك كده شبكة من الخيوط، شبكة من الخيوط بتتكون. الخيوط دي اسمها ايه؟ اسمها سبندل فايبرز، سبندل فايبرز اسمها سبندل فايبرز. الخيوط دي هتتكون is formed spend expanded extended sorry extended between the two poles of the cell. يعني ركز كده هنا عندك، شايف الحاجات اللي عاملها لك الخطوط دي؟ الخطوط ايوه اسمها السبايدر السبن السبندل فايبرز. السبندل لا سوري انا عندي برد مش عارفه اتكلم مكنكه. السبندل فايبرز دي بتتكون من الحاجات الموجودين عند كل بول من الخلية دي. انت تخيل كل سل دي شبه كوكب الارض، فبنقول ان ده مثلا نورث بول وده ساوث بول، فبنقول التو بولز. فهنا بيقول لك ان من عند التو بولز
من عند التو بولز هتبدأ تتكون السبندر فايبرز دي. بص انا ملاحظ ان مكانهم بيتغير كل شويه، يعني في كل مرحله مكان ال ايوه في كل مرحله هيحصل حاجه معينه، عشان كده بقول لك انت لازم تحفظ في كل فيز ايه اللي بيحصل بالظبط، والرسمه كمان عليك يجيب لك مرسومه كمان. اسالك عليها او انت ترسمها كمان. كمل اسال. يعني انا ملاحظ بس ان الاماكن بتاعت السيلز مثلا عشان تعمل ديفيجن بيتحرك مش لسه بيفضلوا ثابتين. بتكلم عليها لسه. بعد كده بيقول لك ان بقى اتش كروموسوم is connected with one of spider spindle fibers with by the centromere. بمعنى ركز كده، لو عملت لك زوم هتلاقي ان السبندل فايبر دي ماسكه في كل كروموسوم من عند منطقه السنترومير، شايفها كويس ايوه باينه يا هنا في مس، الكبير ده، ايوه يا بيسالك مس، فيها يقول لك السبندل فايبرز كونكت ويز كروموسوم اد باي، هنا بتمسك في الكروموسوم سنترومير عن طريق مين؟ عن طريق السنترومير. سنترومير. نبدا بقى في المرحله الثانيه اللي هي اسمها الميتافيز، سهله قوي قوي وثابته معايا. في الفيز ده بيقول لك ان الكروموسومز with which are connected with spider fibers are arranged at the cell equator. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الكروموسومز هتترصص كده في نص السيل بالظبط. انت عارف مين هو الاكواتور ده؟ لا صراحة لا. مش قد طب هقول لك، عارفها في الدراسات، عارف زي ما بتقول خط الاستواء، أيوة خط أيوة اللي هو الاستواء، يعني نص الكرة دي أو نص الدايرة دي. خط الاستواء في كوكب الأرض بيبقى موجود فين؟ في النص صح؟ أيوة يا مس، فهو نفس الطريقة، فهنا بيقول لك بتبقى مترتبة على السيل إكواتور، بمعنى على خط استواء الخلية اللي هو في نص الخلية بالظبط يعني. يعني ما بين الخط الأخضر دوت لا يعني بص والأزرق. الكروموسومات هنا كانت عاملة إزاي؟ لا أنا مش عايزاها بقى شوية هنا وشوية هنا، أنا عايزة أخليهم في النص بالظبط. فهمت كده؟ اوكي صح؟ فهمت. فهمت. يعني طب مين اللي بيرتب الكلام ده؟ السبيندر فايبرز هي اللي بتعمل الكلام ده، هي اللي هترتب، هتعمل ارينجمنت للكروموسومز ان ذا سيل اكواتور. اوكي تمام. اوكي. نكمل بقى في المرحله الثالثه اللي هي اللي اسمها الانافيز. الانافيز بقى بيحصل ايه بقى؟ بقول لك ذا سنترومير اوف الكروموسوم سبليت لينث وايد into two halves. بمعنى تعالى ركز كده، اللي هيحصل في الانافيز تخيل كده اكنك بتيجي كده هتقسم ده بالظبط، متخيل اللي حصل؟ ايوه كل بس كروموسوم هيتقسم لاتنين. طب بيتقسم منين؟ من عند السنترومير. برضه تمام هيتقسم منين؟ من عند عند السنترومير، السنترومير. عشان كده بيقول لك ركز في الكلام ده عشان التفاصيل، الكلام اللي كله ملون ده بيسأل فيه. هنا بيقول لك ان السنترومير اوف ايتش كروموسوم سبليت لينث وايد، يعني بيسألك حتى في دي يعني ايه لينث وايد، بمعنى ان هو بيتقسم بالطول مش بالعرض، هيتقسم بالطول. يعني انت لو عدلت كده الكروموسوم، انا لو عملته كده مثلا وادي الكروماتي وادي السنترومير، هيتقسم ازاي؟ بيتقسم كده بالطول. فهمت اللي بيحصل؟ ايوه يا مس، فهنا بيقول لك سوري ان هيحصل سبليتنج هيحصل سبليتنج لينث وايد انتو تو هالفس، يعني هيتقسم لنصين. سو ذا كروماتيدز سبريت فروم ايتش اذر، فكده الكروماتيدز انفصلت عن بعض مرة تانية. فبعد كده بيقول لك ان السبيندل فايبرز بيجين تو، بيحصل لها ايه بقى؟ بيحصل لها شريكينج. يعني ايه شريكينج؟ شريكينج اسمها معناها اللي هي بتنكمش، شرينك شرينك، يعني كامل اسمها شرينك، شرينك شرينك، هيحصل لها شرينك. شرينك ايه؟ اسمها شرينك مش ما انا بقول شرينك. شنير ولا مش عارف. لا قلت شرينك، ركز. حضرتك بتقولي شينك مش شرينك لا يعني شرينك، سوري. ممكن صوتي بس اتغير او هدي عشان سوري وجعني. لا ألف سلامة السبيندل حضرتك. بس فايبرز بيجين، الله يسلمك، بيجينز تو شرينك. شرينك بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي بتنكمش. يعني ركز كده،
هي خلاص السنترومير حصل له سبليتنج، وكل كروماتيد خلاص انفصل عن التاني. فالسبندر فايبرز دي بمعنى كده ايه؟ هتشد كل كروماتيد لفوق، ركز كده، عشان كده الشكل هنا بقى بالطريقة دي. كل سبندر فايبر ماسكة في كروماتيد، فهتسحب، هتبدأ تنكمش. تنكمش ليه؟ عشان تبدأ تشد كده كل كروماتيد ناحية كل بول من البولز بتاعة السيل. فهنا بيقول لك ايه؟ shrink and two identical groups of chromosomes each contain single chromatid. يعني خلاص بقى انت دلوقتي عندك ده two groups، انت دلوقتي عندك في السيل two groups، كل جروب عبارة عن كروماتيد واحد، يعني هو بس كروماتيد موجود لوحده مش دبل. فهنا بيقول لك each group of chromosomes هيحصل لها ايه بقى؟ ميجريت يعني ايه بقى ميجريت؟ حد عارف؟ يعني مهاجرة يا مس. ايوه، جايه من كلمه مهاجره، جايه من كلمه migration. migrates toward one of the cells pool، بمعنى انها تبدا بقى يتجه كل جروب من التو جروبس كده من الكروموسومز ناحيه كل بول من البولز بتاعت السيل، زي ما الشكل قدامك كده. الاشكال مهمه زي ما وضحت، ممكن تطلب ان انت ترسمها او ان هي تكون مرسومه ويسالك عليها. اوكي، بس طبعا انت في حاله ان انت بتمتحن اونلاين فصعب قوي ان انت ترسم دي. يس طبعا يا مس، صعب جدا. انا عارف، طيب زي السنة اللي فاتت. نبدا بقى كمان في اخر فيز اللي هو التيليو فيز. التيليو فيز بيقول لك ان ده في بقى السبايندل فايبرز ديسابير. تعالى كده، السبيندل فايبر اللي كانت موجوده دي هتختفي، والنيوكليار ميمبرين از فورمد اراوند ذا كروموسومز. ركز، النيوكليار ميمبرين اللي هو كان اختفى في البروفيز، احنا كنا قايلين هنا النيوكليولس والنيوكليار ميمبرين اختفوا، هيرجع النيوكليار ميمبرين يتكون مرة تانية around the chromosomes at each of the cell's pole. يعني تعالى ركز كده، ادي هنا السبندر فايبرز عمالة ترجع انها تختفي، وكل كروماتيدز كانت موجودة هيرجع يتكون لها تاني نيوكليار ميمبرين لكل جروب. يعني الجروب ده لوحده هيتكون له نيوكليار ميمبرين، واللي تحت ده برضو نيوكليار ميمبرين بالشكل ده. فلما يتكون النيوكليار ميمبرين لإيتش جروب من الكروموسومز، فبيقول لك ده طبعا leading to formations of two new nuclei، فهيرجع يتكون طبعا كده two nuclei جديدة. أهو أدي واحدة وأدي التانية. النيوكليولس بقى is formed at each pole of the cell. ركز، النيوكليولس برضو اللي كانت حصل لها disappear في مرحلة البروفيز هترجع تتكون تاني في مرحلة التيلوفيز. يبقى ركز عشان ممكن يسألك مين الفيز اللي عكس الفيز اللي عكس البروفيز، او حاجتين كده بيحصل فيهم عكس بعض، هو البروفيز والتيلوفيز. البروفيز حصل فيه disappearance للنيوكليولس والنيوكليار ميمبرين، في التيلوفيز لا بيرجع يتكونوا فيهم. فاهم قصدي؟ لا خلاص فبعد كده بيقول يعني، لك بس ثاني بس يعني هما بينقسموا بعد كده، يعني بعد كده بيرجعوا تاني اتنين، وبعد كده هيرجعوا ينقسموا وبعد كده يرجعوا تاني، وهكذا بقى بس لما ليه نهاية. لما يرجعوا تاني هيرجعوا وهما اتنين مش واحد. ايوه معايا؟ بس فهنا بيقول لك ان بعد كده ان النيوكليولس is formed at each pole of the cell. باينه كده جدا ان، بص كده هنا بيقول لك اهو، في كل نيوكليولس، كل سيل او كل هيتكون نيوكليولس اتكونت مره تانية، هي بتجهز نفسها ان هي ترجع نيوكليوس كامله مره تانية زي ما كانت في الاول. فهمت قصدي؟ ايوه طيب بعد كده بيقول لك ان الكروموسومز inside each nucleus converted into chromatin recirculum sorry recirculum again. بمعنى
ان هي هترجع تاني في الشكل اللي هو الشبكه الكروماتينيه اللي انا قلت لكم عليها اللي كانت موجوده في الاول. فاكرينها اللي قلنا حصل لها كوندنسز اللي هو كان عباره عن كروماتيدز لوحدها، ابتدوا كل اتنين يتجمعوا، الكلام ده ورا ابداوا كل كروماتيدز تمسك في بعضها عشان يبقى عندك الدبلنج كروموسومز. هنا لا بيقول لك بقى ايه، هترجع مرة تانية في شكل الكروماتين ريتيكلمز اللي هي بمعنى الشبكة الكروماتينية في الشكل الأصلي بتاعها. بعد كده بيقول لك at the end of this phase، في آخر الفيز ده، في آخر المرحلة دي بقى، بيقول لك the cell divides into two new cells، هترجع تنقسم بقى ل two new cells مختلفين عن بعض، النيوكليوس بتاعت كل واحدة منهم فيها الكومبليت نمبر من الكروموسومز اللي هي ال 2N زي ما كانت في الأول خالص. ودي المراحل بتاعة الميتوسيس ديفيجن، لازم تبقى عارفها بشكل مفصل بكل التفاصيل اللي اتكلمنا عليها. وقتنا كمان عدى وخلص كمان، اللي عنده أي سؤال يتفضل بسرعة. لا مش شفت حدا. شكرا، تمام، أشوفكم على خير بإذن الله يا شباب المرة طب الجاية. مثلا الهوم ورك هنحله أكيد بينزل منصة. ايه؟ بس يعني احنا بقى يعني الراجل ما نزلش يعني بقى له حصتين.